شوف يا ريس، طبعا ثلث الجبال عادي ممكن تجيب لنا. الثلث الجبال بيشتغل بثلاث حاجات لازم نكون عارفينها، بيشتغل بالغاز وبالكهرباء وميه. تزويد الميه بالزرار ده، طبعا الزرار ده بتضغط عليه بس والله بيفتح الميه، فبتضغط كده بس امتى؟ لما تكون انت هنا ده يعتبر زرار التشغيل. زرار الرئيسي للعمود العمومي بتاع التشغيل. بس تجيبه كده تسمع تكه او انت تبعد عن السير يعني اكنك اشتغلت عملت عمليه تشغيل. طبعا مش مهم اللمبه تنور معاك بس تكون بعيد عن السير. كده انت عملت زي حركه كوني. لما بتضغط كده بتدخل ميه معاك. بيفتح الشغلات بس مش كده الشغلات بيفصل. يعني الميه مش هتخش غير وانت ضاغط فقط لا. بالنسبه للتشغيل قرب شويه عشان بس في هنا في علامات كده لازم نعرفها. قرب شويه للزياده. هنا في علامه واضحه صغيره هنا. والمفتاح ده فيه ثلاث علامات، علامة الدائرة وعلامة السبارك وعلامة الشعلة. لما تكون علامة الدائرة قصاد العلامة دي بتكون التلت جمال مفصول كغاز. عشان تشغل بتروح على علامة السبارك اللي هي علامة النجمة. تضغط عليها تسمع صوت التكتكة. طبعا انت هنا مشغل، أهم حاجة هنا تكون أنت بعيد عن الواحد يعني بعيد عن الزيرو. بتشوف الشمعة من المكان ده. فتحة الرفيعة دي بتشوف منها الشمعة ولعت ولا لا، قرب شوية ممكن تلمح. حاول تجيبها. ماشي. ظهرت معاك ولا لسه؟ ظهرت. تمام خليك ثابت عليها. هترفع إيدك، هرفع إيدي بتفضل الشمعة دي أيضا. هلف كده. بتلاقي النار اشتغلت معاك. طب شوف هنا أنا عملت إيه عشان أنت تجيب الكاميرا عليا هنا. طبعا انا قبل ما لما كانت الشمعة عايدة كانت انا على السبارك على العلامة دي. بتفضل عليها انت 5 ثواني متواصلين وبتسمع صوت السبارك وتولع الشمعة وبترفع ايدك وبعدين بتجيب علامة الشعلة دي قصاد العلامة دي كده. بتفتح معاك النار، امتى بتفتح معاك النار؟ لما تكون انت جايب الترموستات على الدرجة اللي انت عايزها يعني. مفيش مشكلة، ارفع فوق. يعني انت هنا جايب على 100 مثلا هي محققة درجة، لو انا لفيت 150 مثلا كده فتح معايا النار. لو التلت جبال سخن هيفصل اللمبه دي هتلاقيها طفت والنار هتلاقيها طفت في نفس الوقت بس الشمعه بتفضل قايده عشان تاني مره لما تحتاج معاك حراره بيفتح لوحده. دي كل شغله التلت جبال. وطبعا ده بتاع تزويد الميه زي ما احنا شفنا. وهنا طبعا بترفع وبتنزل. يعني بتقلب القلاب والتنزيل. تمام؟ انت لما بترفع في سيفتي انه هيطفي النار. لو انت رفعت حتى لو انت ناسي في سيفتي هيطفي النار معاك في حمايه عموميه. تمام؟ رجع الواحد اشتغل ثم نزل. بس ايه ده؟